عريتو عليه، ما بقات لا حيا ولا حشمه، الضرب في الاعراض وفي الشرف ديال القاصرات. نتوما غير قولوا لي واش عندكم الاولاد ولا ما عندكمش، عندكم شي بنات ولا ما عندكمش، درتو فيها نيابه عامه وليتو نيابه عامه وليتو قضات وليتو وكلاء الملك وليتو اطباء وكتخرج من عندكم الخبره، الخبره ومن عندكم كتخرج المتاجره بالملفات، الملفات الادسنسيه. اي والله ليلى قال لك المصداقيه، واش هذه هي المصداقيه اللي كتدويو عليها؟ هذه هي المصداقيه اللي كتكلموا عليها، هي انكم تحطوا تهم اللي هي خطيره جدا على مراهقات، على قاصرات، على بنات اللي قادين تولدوهم، ما راعيتو الحيا والحشمه، ما راعيتو الحرام والحلال، ما راعيتو الدم وجهد دوك البنيات اللي خارجين كيحطوا لينا عليهم الباطل، خارجين كيحطوا الباطل على البنات، وكيقولوا بان يسرى مغتصبه، وكياكدوها للراي العام، وكيمرروا المغالطات، وكيضربوا في الشرف ديال يسرى وديال فاطمه الزهراء. ما تولدهم ويعيش ليكم، ما تولدهم ويعيش ليكم اخواني اخواتي، كياكدوا على انه يسرى مغتصبه، وقال لك هما صافي باغيين يعرفوا بان شكون هو الجاني ومن هو صاحب الفعله. صافي هما دابا تيقلبوا على الفعله، كيقلبوا على شكون اللي تكرفص على يسرى، وما دابا صافي خرجات الخبره، عرفوا بان السيده راه مغتصبه، بانها ماشي عزبه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وقال لك بان الناموسه داك الشيء علاش خرجات البارح من الولايه، عينيها زرقين ووجهها زرق وعينيها خارجين والسيده نقطه الدم ما فيهاش، بان داك الشيء اللي سمعته على بناتها لا يبشر بالخير. كتخرجوا هاد الكلام كله وكتضربوا في الشرف وفي العرض ديال البنات بحال شريب الماء عندكم، ولا عندكم الضريب في الشرف وفي العرض بحال شريب الماء عادي، والدنيا هانيه وتمشيو ترقدوا ويديكم النعاس، باردين القلب وقلالين النفس وقلالين الاصل وقلالين المفصل، مسترزقين القنوات المسترزقه، حطان الباطل، الكذوب 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 الكذوب. ايوا سيادنا، من نتوما هما القضات ومن نتوما هما الاطباء، نتوما هما وليتوا وكلاء الملك، نتوما هما وليتوا النيابه العامه، عطيونا دليل، عطيونا دليل، خرجوا لنا الدليل ديال هاد الخبره، خرجوا لنا الدليل ديال هاد الخبره اللي تعطاتكم بانه البنات وحده فيهم مغتصبه. والدليل قال لك بان امهم خرجت مصدومه من الولايه البارح وغير كتبكي، باينه عليها الصدمه، باينه عليها الصدمه. خوتي وحبابي، ما يغركمش هاد كلاب القرنه، كلاب القرنه اللي كيقطعوا في اللحم ديال عباد الله، كيقطعوا وياكلوا، يقطعوا في اللحم ديال عباد الله وديال بنات الناس وكياكلوا. اخواني اخواتي بكل دم بريد، ما تبقاوش تفرجوا في هاد الكلاب الضاله، ما تبقاوش تسمعوا لهم، لانه المحتوى ديالهم كله غير كذوب في كذوب في كذوب في كذوب في كذوب، راس مالهم غير الكذوب، وكيبينوا على اساس هما اللي المصداقيه، هما اللي عندهم مصداقيه. هذه هي مصداقيتكم؟ اعطيونا دليل على انه هاد البنت هادي مغتصبه. وإلا كنتو فعلا كتقولوا بانه نتوما عندكم مصداقيه، اعطيونا دليل، اعطيونا دليل ديال الخبره اللي تطبقات على هاد البنات هادو، وبانهم راه وحده فيهم مكرفصين على اللي نتوما وليتو كتقلبوا على الجاني. صافي صافي، نتوما انتقلتوا للمرحله الثانيه، هي انكم كتقلبوا على المتهم شكون هو هاد المجرم هذا اللي تكرفص على الدريه، والدريه اخواني اخواتي كنقولها لكم بالطق كيطرطق وبصوت عالي، البنت شريفه عفيفه سليمه معافات اخواني اخواتي، والخبره باقي ما خرجات، الخبره مازال ما خرجاتش اخواني اخواتي. والبنات منين جاوا من الخبره طبيعه الحال البنات كيتكلموا مع مرتباهم واللي هي الام ديالهم، الام ديالهم اخواني اخواتي، اللي كتحس بالبنات وكتعاود مع البنات وكتسمع البنات وكتعطي صدر حنين للبنات وكتعطي ودنيها للبنات، وتعطي الحنان للبنات
هذيك هي الام، هذيك هي الام اخواني اخواتي، اللي كتعطي الحنان لبناتها، منبع الحنان اخواني اخواتي. اما ولد طلق، ولد طلق راه في باب المحاكم كتسنى الخبره، كيخليها اللي معاها المفضي اللي معاها. بغينا الخبره ديال التشريح ديال الابنات. وسير سق مع فمك، وسير سق مع فمك المشخشخ. انا وكلت عليكم الله والنبي رسول الله، الله ياخذ فيكم الحق دنيا واخره. اخواني اخواتي، بطبيعه الحال الطبيب اللي دوز للبنات غيقول لهم بان بنتي ما عندكم حتى شي حاجه، ما فيكم والو، هادي غيطمئن البنات، الحاله النفسيه ديال البنات. اللي اليوم هاد البنات كيخصهم طبيب نفسي، خاصهم طبيب نفسي. هاد الشوه اللي تشوهوها في مواقع التواصل الاجتماعي راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ثم راه الطبيب اللي مشاو لعندو راه ماشي غيدوز لهم يقول لهم يلا الي جمعوا لي السره ولكم وزيدوا برا، غياخذ بالخاطر البنات وغادي يثبت البنات، يكالمي البنات ويطمئن البنيتات بانهم سليمات ومعافات. اخواني اخواتي، هادشي اللي خلى البنات فرحانات وراجعين لدارهم وباهم الحمد لله الضحكه حتى لودنيه، الابتسامه العريضه اللي ما كتفارقوش. بناتو هزوا له راسو في السماء، هزوا له راسو في السماء وفرحوه. والناموسه نوضت العجاجة، نوضت العجاجة وعطات لوتوريزاسيون للقنوات الأدسنسية، للقنوات الفاشلة والمسترزقة بأعراض الناس والشرف ديال بنات الناس. عطاتهم لوتوريزاسيون يلا تقعدوا قولوا بان بناتي وحده فيهم ماشي هي هذيك، وحده فيهم مغتصب، وحنا دابا ولينا كنقلبوا على الجاني، كنقلبوا على المتهم. هذه هي المصداقيه ديالكم، هذه هي المصداقيه ديالكم اللي طلعتوا كتكلموا بدون دليل، بلا دليل، وكتضربوا في العرض وفي الشرف ديال بنات الاصل. ايوا الا نتوما المخيره فيكم الدوله شرفه في الدروبه وفي السواني، بزاف عليكم ولاد السي محمد، بزاف عليكم بنات السدان بوكريشة. كون كانت البنات اخواني اخواتي كانت فيهم شي حاجه ماشي هي هذيك، والطبيب اللي دار عليهم الخبره ما عادش يسكت، راه مستحيل يسكت. اخواني اخواتي، كان على الاقل الطبيب اللي دار لهم الخبره غادي يتصل بالنائب وكيل جلاله الملك ويقول ليه سيدي هادشي اللي راه كاين هنا راه ماشي هو هذاك، البنات الحاله ديالهم ماشي هي هذيك، البنات راه مغتصبات. ولكن الحمد لله هادشي ما تمش، البنات سليمات معافات اخواني اخواتي، وطمئنهم الطبيب اللي دار عليهم الخبره اخواني اخواتي، والبنات جاوا فرحانات لديورهم وما عارفين، عارفين بانهم سليمات معافات. والحمد لله على انه اكد لهم الدكتور على انهم بخير وعلى خير، وجاوا شاركوا الخبر مع الاب ديالهم ومع مرت باهم وميمتهم الحنينه، ميمتهم الحنينة إخواني أخواتي ومع جداتهم، شاركوا الخبر وشاركوها مع الناس اللي كيبغيو. وفين غديروا كمامركم وفين غديروا وجاهكم؟ عطيونا دليل، لكن كلامكم صحيح عطيونا دليل. حنا كنتكلموا باسم البنات بجوج، يسرى وفاطمة الزهراء، اللي بلسانهم قالوا بأنهم الحمد لله سليمات معافات. حنا كنسمعوا من المعنيين بالامر على انهم بخير وعلى خير وما فيهم حتى شي حاجه اللي هي خايبه اخواني اخواتي. اما الطرف المجرم، الطرف الاخر، الرباع المسترزقه باعراض وبشرف البنيتات، هذوك غير جيب يا فم وقول، جيب يا فم وقول وقطع من جنابك وكل، قطع من جنابك وكل. انا بغيت غنعرف فين غتركدو، بغيت غنعرف فين غتركدو صابحين على الصباح. لوبنا لوبنا، صافي استدعاوها البوليس، لوبنا في الولايه، صافي مشات فيها لوبنا، مشات فيها لوبنا. لوبنا راه همهم، ولوبنا راه صدر الحنين، بطبيعه الحال غادي يستدعيوها، بطبيعه الحال غيتم الاستدعاء ديال لوبنا اخواني اخواتي. لان البنات منين دواو معاهم البوليس هضرتهم على مرت باهم وعلى باهم، ما كايناش امهم في الموضوع، وامهم ما مجبوداش في الموضوع، لان امهم ما عندها حتى شي علاقه ديال الامومه مع ولادها. داكشي اللي غديروا الام
واللي هما غيدقروا للبوليس منا دارت منا فعلت لينا منا عطاتنا منا دارت لينا منا مقابلانا هما مجبوداش مجبودة غير مرتباهم مرتبانا دارت لنا مرتبانا مقابلانا مرتبانا كتعطينا مرتبانا مرتبانا يعني مرتباهم غير خصها تجي باش يستمعوا ليها البوليس لان البنات كيدويو على مرتباهم وكيدويو على باهم كيدويو على الاسره الصغيره يعني هنا اصبح من الواجب استدعاء مرت الاب واستدعاء الاب اخواني اخواتي هما كاملين اليوم مشاو للولايه اوكي فما غيتم ايضا استدعاء زريويط الكلباوي الكلباوي مشو ورا البارح بدا كيترعد بدا كيترعد سروالو غيبول فيه لا هو ولا الام تعط الله الا ما شوفي وجهك عاف المرايه شوفي راسك كي وليتي شوفي غير راسك كيف وليتي وجهك وكحال عليك وجهك وكحال عليك فين غديري وجهك مع بناتك دابا اللي خسرتيها معهم في الشرف وفي العراض وتهمي بناتك مع باهم تهمي بنتك كبتك العزبه ديالك المصونه ديالك تهميها مع راجلك مع باها تهميها ما عندكش النفس وما عندكش الاصل وما عندكش امك الكرامه اللي تهمي كبتك مع باها فين خليتي لهاد البنت وجهها فين خليتي لها وجهها اللي تجلس حدا باها فين خليتي لهاد البنت وجهها اللي ضربتيها في الشرف وفي العرض ديالها وتقولي في الاخر لا انا ما اتهمتهاش مع باها الا لمحتي يا الشريفه لمحتي بان بنتك مع باها على علاقه فساد وقلتي بان يقدر يكون المغتصب الاب او العمة الشريفه تقعدي على سلامتك القضيه اصبحت اكبر من اننا كنا كنتصوروا اخواني اخواتي اصبحت اكبر مما كنا نتصور القضيه فيها المخزن القضيه اليوم راه ما بقاتش عين بين اسره مغربيه ومن بين تعاس ومن بين ولادهم لا 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 القضيه كبرت ودخلوا فيها البوليس اخواني اخواتي هو اللي غيحكم في هذه البيعه والشريه هو اللي غيربي هذه السيده هذه اللي جالسه كتهم عباد الله غيجي بيا فم وقول غنصيفطك 30 عام ديال الحبس انت عندك سوارتو عندك سوارتو اخواني اخواتي ما تبخلوش علينا باللايكات البارطاج كثروا لنا التعاليق ضوبلوا لنا التعاليق باش الفيديو يوصل للعديد من المتابعين خوتي وحبابي انتظرونا في فيديو جاي غادي نوافيكم بالجديد خليت لكم الراحه والسلام عليكم.